الالعاب المفضله صارت عنده حمل السلاح مثلا، من خلال مثلا صار الطفل ما يكتفي انه بده يلعب بلعبه او بلومي او باي شيء، بده رشاش، بده مسدس، بده سيف. فنحن بدنا شوي هالناحيه هي عند الطفل نخليه ينساها من خلال انه نكون بيعمل مثلا دورات موسيقى، دورات رسم، دورات شطرنج، العاب ترفيهيه للاطفال، ممكن انجليزي فرنسي ما بيخسر الموضوع. طبعا بالاضافه في موضوع كثير مهم بدنا نركز عليه هون، يعني تركيز كثير كبير. اول شيء بدنا نقوم بجلسات المراه، ممكن نعمل ندوات لهالنساء توعيه ضد العنف. بالاضافه رح نركز كمان على موضوع ثاني هو المحاضرات التنميه لقدرات الشباب، بدنا نحاول نعرف الشباب ببعض لان ما عندهم قدرات، جلسات نقاش تنميه قدرات عقليه وقدرات فكريه. نتمنى تكون منظمات تعاونيه لاخراج هذا الجيل من ويلات الحروب، يكفي نحن شبعنا حروب، شبعنا تشرد، كثير ناس ماتت قهر بعيدا عن مناطقها، عن خاصه نحكي عن راس العين، اغلب شباب راس العين اللي ماتوا بالمنفى ما ماتوا نتيجه يمكن خاضوا كثير من المعارك هون بس نصيب ما استشهدوا مثلا بس ماتوا برا قهرا عن راس العين. براسي بعد السريك عندي جيشته حاجتها كاري جوا كسبيدة ما شفت حساب وتوافقات السريك عندي يدن محددي كتير مواركي عسكري يعني هم مش بني شبه بشرية السريك عندي كلك زحمة فيه واستنيت سبب درباسكم وإيش تسمى درباسكم كلك كلك يكبون درباسكم شو يعني في أنا جينا أسيبي بقدر بلد حاجتين المنظمات اللي هي جماعه كسبيك منظمات المجتمع المدني بقدر في بلدي وشي شيء ممكن يعني اما زرعي والاعراب هي اسئله كبيره بس هي في بناء مؤسسه كسيك بدار كنت بازم تشكي بقدر السريكاني قال لك اصلا كبير